فالإنسان العاقل لما يستيقظ الحمد لله الذي أحيانا بعد أن أماتنا، هيك الدعاء النبوي، حينما تستيقظ الحمد لله الذي أحيانا، يعني الله عز وجل سمح لي عيش يوم جديد، كل يوم بيومه، سمح لي أن أعيش هذا اليوم. ماذا ينبغي أن تفعل في هذا اليوم؟ ماذا ينبغي أن تفعل من الصالحات؟ الزمن شيء ثمين جدا، أنت زمن، أنت أيها الإنسان بضعة أيام، وكلما انقضى يوم انقضى بضع منك، أنت مستهلك، الزمن يستهلك الإنسان. إذا الإنسان ركب سيارة واتجه إلى مدينة، كلما قطع كيلو متر المسافة زادت أم نقصت. فالحقيقة نحن كلما عشنا شهرا أو سنة نقصت أعمارنا، ما عاد فلان كبير صار صغير. أنت حسب كم بقي، عمل عد تنازلي مو عد تصاعدي، بالمركبات الفضائية يساوي عد تنازلي، 7 6 5 4 3 2 1 0. والإنسان العاقل يعمل عد تنازلي، أنا عمري 50، لا بقيان لي، إذا كان يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان عمري وفق المتوسط العام معترك المنايا بين 60 و70 بقي لي 10 سنوات، وكل عام يمضي كلمح البصر، من غمض من فتح صار صيف، ثم يأتي الشتاء، ثم الصيف والشتاء، 93 94 95 96. فكل إنسان ينبغي أن يسأل هذا السؤال الدقيق، وربما كان هذا السؤال قاسيا، يا نفس هل بقي بقدر ما مضى؟ يعني إذا الإنسان من فوق 40 أغلب الظن الذي بقي أقل مما مضى، لأنه من دخل في 40 دخل في أسواق الآخرة. أخواننا لما الإنسان بيعمل نزهة، لو فرضنا 6 أيام النزهة، أول يوم والثاني والثالث والرابع التفكير إيجابي، لكن بالخامس والسادس تفكير سلبي، جمع الأغراض، تأمين العودة، القطع في السيارة، 4 و5 بده يهيئ للعودة. فإذا الإنسان دخل في 40 الأكمل أن يهيئ لملاقاة الله عز وجل. كيف يلقى الله؟ يعني ما رأيت إنسانا أشد خسارة ممن تخطى 40 وهو مقيم على معصية لله عز وجل. هذا الذي يجلس في المقاهي يلعب النرد وهو في 50 أو 60، يا ربي ماذا أبقى لآخرته؟ كيف سيلقاك؟ هذا الذي لا يصلي، هذا الذي يطلق بصره في الحرام، هذا الذي يكسب مالا حراما، هذا الذي يكذب، هذا الذي يحتال على الناس ليأكل أموالهم بالباطل وهو فوق 40، ماذا بقي له؟ كيف سيلقى الله عز وجل؟ إذن الله يتوفى الأنفس. انظر إلى النوم، النوم دليل، أنت في النوم ميت، لذلك النائم لا يحاسب، إنه أخذ الله منه نفسه، لا يحاسب مهما فعل مهما تكلم، النائم في حكم الميت، لكن موت مؤقت. والله عز وجل يريك في المنام، ممكن إنسان يكون نائم بغرفة قميئة ومظلمة ويشعر بسعادة لا توصف، ويمكن أن ينام في قصر منيف ويشعر أنه بين الأفاعي والثعابين، يفيق مذعورا، معناها النفس منفصلة عن الجسد، لك نفس هي التي تشقى وهي التي تسعد، هذه النفس هي التي تلقى الله عز وجل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، والتي لم تمت في منامها. إذن كل بطولة الإنسان إذا أعد لهذه الساعة التي لا بد منها، كل بطولتك، كل ذكائك، كل عقلك، كل فوزك، كل نجاحك، كل فلاحك،
كل تفوقك أن تهيئ لهذا اليوم الذي لا بد منه. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا، وأنا الحي الذي لا يموت. كان من الممكن أن يأتي الناس إلى الدنيا دفعة واحدة وأن يغادروها دفعة واحدة، عندئذ لا يتعظ بعضنا ببعض. لكن الموت، الموت أكبر درس بين أيدينا. ما الموت؟ هذا الذي جمعته في 70 عاما، هذا الذي حصلته في 60 عاما، هذا البيت الذي اشتريته، وهذا الأثاث الذي اقتنيته، وهذه المزرعة التي اعتنيت بها، وتلك السيارة التي ركبتها، وهذه الزوجة والأولاد الذين تعيش معهم، تفقدهم جميعا إذا توقف نبض القلب. كل هذه الآمال مبنية على حركة القلب، فإذا توقف القلب كنت إنسانا فأصبحت خبرا، أصبح الإنسان نعوة على الجدران. لذلك واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا. الإنسان بيركب بيطلع من بيته بيخرج، فلان رحمة الله عليه، فلان عميد أسرتهم، فلان الشاب، فلان فلاني الشابة، فلان، في ألقاب كثيرة جدا تكتب إلى في حذاء اسم المتوفى. أنت حينما تقرأ هذه النعوات أو تشاهد هذه الجنازات، الموت تخطاك إلى غيرك. لكن أيها الأخ وأنا معكم، اعلم علم اليقين أنه سيأتي يوم يتخطى الناس إليك، كما تخطاك إلى غيرك سيتخطى الناس إليك. فالإنسان حينما يولد يبكي، لكن حوله، لكن كل من حوله يضحكون. أما إذا جاء الأجل كل من حوله يبكي، فإذا كان بطلا يضحك وحده. إذا كان لك عمل طيب لا يعنيك نوع الجنازة ولا نوع المأتم ولا مستوى الوليمة التي قدمت بعد الوفاة، هذا كله لا يعنيك. ليفعلوا ما شاءوا، أنت مع ربك، أنت في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فيا أيها الإخوة، ما رأيت إنسانا موفقا وفالحا وسعيدا إلا جعل هذه الساعة التي لا بد منها، طالت أو قصرت أو قصرت، ندخل إلى المسجد كثيرا لنصلي، ولا بد من أن ندخله مرة واحدة ليصلى علينا. ندخل قائمين وسوف ندخل منبطحين أبدا. نخرج من بيتنا آلاف المرات إلا خروجا واحدا لا عودة إليه. أهل الميت لا يقول مساء لما لم يعد فلان، دفنوا خلاص لن يعود. هذه الساعة التي لا بد منها. شوف الله يقول: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إلى أجل مسمى، يعني كذا يوم، كذا أسبوع، كذا شهر، لك عند الله عدة مثلا أشياء لك عنده هذه، إذا أعطاك إياها وانتهى أجلك استرد نفسك التي بين جنبيك. لذلك مالك يوم الدين. يعني الإنسان الآن مخير، بإمكانه أن يصلي أو ألا يصلي، بإمكانه أن يطلب العلم أو ألا يطلب العلم، بإمكانه أن يستقيم أو ينحرف، يخلص أو يخون، يحسن أو يسيء.
يصدق أو يكذب مخير. أما حينما يتوفى الله النفس ختم العمل وانقضى الأجل ولا يستطيع أن يفعل شيئا، يا ليتني قدمت لحياتي، ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. إذن نحن في النوم يتوفى الله أنفسنا موت موقت، وعند الموت الحقيقي يتوفى الله النفس توفيا نهائيا. إذا نقدم على الله عز وجل بأعمالنا، يا قيس إن لك قرينا يدفن معك وهو حي وتدفن معه وأنت ميت، فإن كان كريما أكرمك وإن كان لئيما أسلمك، ألا وهو عملك. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: يا رب نفس، ألا يا رب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة، ألا يا رب نفس جائعة عارية في الدنيا طاعمة ناعمة يوم القيامة، ألا يا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين، ألا يا رب مهين لنفسه وهو لها مكرم. لي صديق يعمل في مؤسسة معمل، صاحب المعمل يعيش حياة فوق الخيال لشدة الأناقة والغنى والبحبوحة والأشياء اللطيفة والجميلة والبيت الرائع والأدوات الجيدة، يعني يتقصى كل ألوان النعيم. جاءته المنية ووفاه الأجل في أيام الشتاء المطيرة جدا، اشترى له أولاده قبرا، فتح القبر فإذا فيه مياه سوداء قد تفلتت من المجاري، فلما سئل ابنه ماذا نفعل؟ قال ماذا نفعل؟ ادفنوه. فالذي يعمل في معمله لا يصدق أن هذا معلمي الناعم الطاعم الأنيق المرفه الذي في بيته من العجائب والأناقات والأشياء اللطيفة ما لا يحصيها المحصي، هنا ينام هنا يوضع. هذا مصير كل مخلوق، لا بد من هذه الحفرة. أخ كريم دخل في مشروع شعر أن هناك شبهة، فقال لي كلمة لا أنساها، قال لي: أنا غني عن هذا المشروع المشبوه، إنني أخاف من الله ساعة أوضع في قبري. كل واحد لا بد من أن ينزل في هذه الحفرة، فبطولتك وذكاءك وتوفيقك أن تعد لها، أن تجعلها مد بصرك، أن تجعلها روضة من رياض الجنة. لكن الذي يأكل مالا حراما ويعتدي على أعراض الناس ويكذب ويحتال ويخرج عن منهج الله عز وجل يجعلها حفرة من حفر النيران. فالقبر كما قال عليه الصلاة والسلام روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. أن اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. طبعا الآية التي قبلها
الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. يعني في أشخاص بكتب شهادة لحال: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. شيء جميل. هذا قبر المرحوم، تكتب اسمه فلان الفلاني الذي توفاه الله يوم نقطتين، بحط خط مايل، خط ثاني مايل، خط ثالث 1900. هذا التاريخ لا بد من أن يكتب. متى لا نعرف؟ ما دام الله عز وجل أخفى عنا ساعة الموت، يجب أن نكون في استعداد دائم. ما من ميت أيها الإخوة إلا وفي ذهنه أنه سيعيش طويلا. الموت يفاجئ، سرعة المغادرة. الإنسان إذا ركب مركبة بجوز بحادث يموت، أيام سكتة دماغية، أيام سكتة قلبية، أيام بلا سبب، موت مفاجئ. فما دام الموت سيف مسلط فوق رقابنا، ما البطولة؟ أن نستعد له. أي بطولة؟ إن الموت لا أحد ينكره الحقيقة، لا أحد في بني البشر بإمكانه أن ينكر الموت، ولكنهم يتفاوتون بين مستعد له وبين غير مستعد له. الإنسان حينما يستعد للموت لا يفاجأ به. إذا مهيئ، كاتب وصيته، حرر دخله من الحرام، ضبط جوارحه كلها، ضبط عينه، ضبط أذنه، ضبط يده، ضبط لسانه، ضبط بيته، زوجته حجبة، بناته رباهن، أولاده رباهن، إذا فعل كل ما عليه الموت لا يفاجأ به. إذا جاء الموت مرحبا بلقاء الله، قالت له: واكربتاه يا أبتي، قال: لا كرب على أبيك بعد اليوم، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. أتمنى أيها الإخوة وأرجو الله عز وجل ألا يكون نظركم للموت نظرا سوداويا ولا تشاؤميا. والله الذي لا إله إلا هو، إذا آمنا حق الإيمان واستقمنا على أمر الله وعملنا صالحا، والله يصيب المؤمن ساعة الموت من السعادة ما يرى الدنيا كلها حقيرة. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل: ادخل الجنة. قال: يا ليت قومي يعلمون. هل إذا واحد مثلا انتقل من بيت 50 متر تحت الأرض، رطوبة وضجيج والمجاري مكشوفة والأولاد كسر، إلى بيت 400 متر بأرقى أحياء دمشق، أثناء نقل الحاجات بيتألم؟ يحس بضيق؟ بالعكس، المؤمن حينما يأتيه أجله هذا عرشه. العجيب، اقرأوا تاريخ الصحابة أيها الإخوة، ما من صحابي أدركه الموت إلا وهو في أعلى درجات سعادته. يا أيها الإخوة، عظمة الإيمان أن الموت الذي يعده الناس أكبر مصيبة. مسكين مات، لا ما. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. واحد مات بحادث، لكن رجل مؤمن له دعوة إلى الله، رآه تلميذه في المنام، قال له: يا بني ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ما لازم نأخذ الموت بشكل مخيف ولا بشكل سوداوي. أخي فلان بدك حزني، خذ الموت وكأنه ساعة اللقاء مع الله. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. قال في رجل صالح وهو على فراش الموت، قاعدين أولاده حوله، لك يا ابني عمك إجا ما سلم عليه، وينه عمي؟ ما في حدا. الله عز وجل أرسل له ملك الموت في صورة أحب الناس إليه. مين بتحب أنت؟ أحب الناس إليك، يأتيك ملك الموت في صورة أحب الناس إليك. يعني أيام الميت يرى في الرؤية، والرؤية حق، يطمن أهله: أنا في سعادة، أنا في خير، أنا في بحبوحة. ألا نقرأ دعاء الميت: اللهم أبدله أهلا خيرا من أهله.
ودارا خيرا من داره وجيرانا خيرا من جيرانه. لقه الأمن والبشرى والكرامة والزلفى، نقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. هكذا الدعاء. فنحن كلمة موت عند الأهل، عند الغافلين، عند الجاهلين، عند أهل الدنيا، كل رأس ماله في الدنيا، كل مكتسباته في الدنيا، الآخرة ماله شيء. لذلك الموت عنده نقلة لا تحتمل، من النعيم إلى الجحيم، من العمار إلى الخراب، من كل شيء إلى لا شيء. طبعا والله شيء مخيف، لكنه عند المؤمن نقلة من الدنيا المحدودة إلى آفاق السماوات والأرض. هكذا ورد في الحديث، المؤمن حينما يموت ينتقل من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، كما ينتقل الجنين من ضيق الرحم إلى سعة الدنيا. الواحد يكون ببطن أمه 750 سنتيمتر مكعب محصور حصر، بيطلع بيكبر. لكن في كندا، رحت لأمريكا، رحت لليابان، تركب طائرات، تركب بواخر، بينتقل من قارة لقارة، يعني حجم الأرض على حجم الرحم، مسافات كبيرة جدا. إذا كان الخمس قارات تساوي خمس الأرض، أربع أخماس بحر، والقارة آسيا وأمريكا وأوقيانوسيا وإفريقيا، هذه قارات كل حجم الرحم 750 سنتي. فالمؤمن حينما ينتقل من الدنيا إلى الآخرة ينتقل من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، كما ينتقل الطفل من ضيق الرحم إلى سعة الدنيا. الحقيقة لما الإنسان آخر محطة بالحياة هي الموت وهي محببة له، والله سعادة كبرى. الشيء الذي يخافه الناس ترتعد مفاصلهم. تسأل طبيب يعني له علاقة مع أمراض وبيلة، شوف واحد ما في إيمان أصابه مرض عضال، لا انتهى، برك بالأرض، برك نهائيا. شيء مخيف أنه لقاء الله بلا عمل صالح، لقاء الله قال له يا بشر لا صدقة ولا جهاد، فبما تلقى الله إذن؟ والله إذا الإنسان يعني شعر أنه قرب بمرض أصابه، مرض يكون معلق بالأعضاء الحساسة، مو جلدي، هذا القلب الجواني، بالأعضاء الحساسة، إذا كان شعر في خلل تغير لونه رأسه، ما عاد حكى، ما تحكي، أمن بده يلقى الله بلا عمل، ما له عمل، بالعكس يلقاه بالمعاصي، بالآثام، بيت مغتصبه، محل مغتصبه، بالورثة لعبان، بالوصية لعبان، بيع بضاعة محرمة، غاشش الناس. أنا قلت لكم مرة رجل راكب سيارته وجنبه زوجته، أصابته أزمة فانكفى على مقود السيارة، لحكمة أرادها الله، الله ساق صديقه كان إلى جانبه، قاد السيارة إلى المستشفى. في المستشفى دخل العناية المشددة ثم انتعش قليلا، فحينما صحى من نوبته طلب مسجلة. المحل الفلاني هذا مؤلي، مغتصب اغتصاب لأخواتي، الأرض الفلانية، ذكر كل شيء. بعد عدة أيام شعر ما في شيء، ما عاد في شيء منه، وين الشريط؟ هاتوا كسروا على القديم. عاش 8 أشهر ثم جاءته أزمة قاضية. هي إنذار مبكر. أخواننا الكرام، ربنا عز وجل رحيم، أحيانا يعطينا إنذارا مبكرا، المصائب أحيانا إنذار مبكر، المصيبة إنذار مبكر. انتبه يا عبدي، لا بد من اللقاء. حتى أن بعض العلماء قالوا هذا الشيء ضعف البصر بحط له، بيركب بدلة، يعني بتلاقي صار معه آلام مفاصل ومعه عدة أشكال بالحمية بالدم، بدك أسيد أوريك، هي كلها إشارات لطيفة من الله أنه يا عبدي قرب اللقاء، هل أنت مستعد؟ هي الأمراض، أمراض الشيخوخة عبارة عن أجهزة إنذار مبكر، تقول للإنسان
قرب اللقاء، هل أنت مستعد؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أيها الإخوة الأكارم، المؤمن الحق لا يخاف من الموت، لا يتمنى الموت، لكن إذا جاء لا يخافه. لماذا لا يتمنى؟ لأنه كلما ازداد عمره ازداد عمله الصالح، بقول النبي الكريم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. لا يتمنى الموت. أما إذا جاء يلقى الموت بشجاعة فائقة وهو ينتظره، لأنه موعد اللقاء مع الله عز وجل. لكن الأمر لها الساعة، ما رأيت مثل أوضح من أنه طالب درس في بلد أجنبي فقير جدا، اشتغل بمطاعم، غسل صحون، اشتغل حارس، حتى أخذ دكتوراه، موعود بأعلى منصب ببلده، بأجمل زوجة، بأحسن بيت. بعد ما أخذ الدكتوراه وأخذ الوثيقة وصدقها وجهز حاله واشترى تكيت الطائرة وسمح له بالركوب، وضع رجله في درجة الطائرة، ألا يرقص قلبه فرحا؟ انتهى عهد التعب، انتهى عهد الدراسة، عهد العمل الشاق مغمور، الآن سيعود إلى بلده يحمل أعلى شهادة، ينتظره منصب رفيع. هذا من باب التقريب يعني. فالانتقال من حياة متعبة إلى الجنة، إلى الإكرام. الدنيا دار تكليف، أما الآخرة دار تشريف. الدنيا دار عمل، الآخرة دار جزاء. فالمؤمن الموت شيء محبب، بس البطولة أن تستقيم على أمر الله، أن تضبط دخلك، تضبط سمعك، بصرك، لسانك، زوجتك، بناتك، أولادك، أن تستقيم على منهج الله، وتأكد أنك لا تخاف الموت. هذا الذي يخافه الناس يصبح عندك محببا مقبولا، تشتاق إليه. وكربتاه يا أبتي، قال: لا كرب على أبيك بعد اليوم، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبة. سيدنا سعد بن الربيع تفقده النبي عقب معركة أحد فلم يجده، كلف صحابته يبحثوا عنه، انطلقوا إلى ساحة المعركة، رأوه بين القتلى، لكن في النزع الأخير قال له أحدهم: يا سعد، لقد كلفني رسول الله أن أتفقدك، فأنت مع الأموات أم مع الأحياء؟ قال: أنا مع الأموات، ولكن أبلغ رسول الله مني السلام، وهو في النزع الأخير. قل له: جزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته، وقل لأصحابه: لا عذر لكم إذا خلص إلى نبيكم وفيكم عين تطرف. ما يكون عذر أبدا، ما كان سعيد جدا. اقرأوا تاريخ الصحابة، اقرأوا عن كل صحابي ساعة وفاته، في جنة كان، عرس تحفة المؤمن الموت. نحن مؤمنون والحمد لله، الموت عندنا محبب، أما العصاة، التائهين، الشاردين، المقصرين، الذين يرتكبون المعاصي ليلا نهارا، والله الموت عندهم بيخليهم ينسحقوا سحق، ترتعد منه فرائصهم. لذلك الآية هي من أدق الآيات أيها الإخوة. كل يوم نحن معنا موت مؤقت، لما بتستلقي شوف الدعاء: اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها، إذا ما فقت يعني نام ما فاق، وإن أرسلتها فاحفظها مما تحفظ منه عبادك الصالحين. استيقظت، الدعاء النبوي: الحمد لله الذي أحيانا بعد أن أماتنا وإليه النشور. فتحت عيونك، تذكر قول النبي الكريم: ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. بشكل مختصر، كلما استيقظت قل: لقد سمح الله لي أن أعيش يوما جديدا. هذا اليوم ماذا أفعل فيه؟ صلاتك،
غض بصرك، صدقك، أمانتك، إتقان عملك، نصحك للمسلمين، طلبك للعلم، التلاوة، سمح الله لي أن أعيش يوما جديدا.